هل يمكن في واقعنا المعاصر أن تتحقق دولة مثل دولة الخلفاء الراشدين؟ نعم، هو الأفراد لا يمكن تكرارهم. الأفراد تشكيل هذا الجيل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فلن نجد أبا بكر ولن نجد عمر ولن نجد عثمانا وعلي وما قبلهم وما بعدهم من صحابة رسول الله، لكن الأسس قابلة للتطبيق. وإلا كان كلاما لا معنى له، إذا وضعت قيما ومبادئ، ولكن هذه القيم والمبادئ كما يقول بعض العلمانيين أنها كانت صالحة لمدة 40 عاما أو 30 عاما فقط، ثم تجاوزها الزمن، فهذا طعن في الدولة الإسلامية وفي الفكر الإسلامي وفي الخلافة الإسلامية. الأمور التي وضعها الصحابة هي من السهولة بمكان، وربما يطبق بعضها الآن بلاد الغرب، طبق بعدها باستثناء طبعا الجانب الأخلاقي، لكن مسألة الشورى ومسألة العدل ومسألة المساواة ومسألة الحقوق والواجبات ومسألة أن الأمير أجير أو الحاكم أو الرئيس أجير عند هذه الأمة، تستطيع أن تأتي به وتستطيع أن تعزله في أي وقت، تستطيع أن تحاسبه، ويستطيع كل فرد من هذه الرعية أن يقول له اتق الله، كما كان يقول كما كانوا يقولون لأبي بكر وعمر، لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناه بحد سيوفنا. ويفرح الخليفة الراشد بهذا الأمر ويحمد الله أن جعل في أمة محمد من يقومه ولو بحد السيف. فجزء منها باستثناء الجانب الأخلاقي موجود أمامنا الآن وشاهد على أن هذه التجربة يمكن أن تعود إذا صحت الإرادة، وإذا صحت العزيمة، وإذا أرادت هذه الأمة أن تنهض على أسس التي وضعها الخلفاء الراشدون، فإن ذلك ليس مستحيلا وليس مستبعدا، لأن غيرنا من غير المسلمين طبقوه، ونحن نضيف له الجانب الأخلاقي، نضيف له الجانب العقدي في الإيمان والتوحيد بالله عز وجل. وهذا أمر يسير، الخلاف الآن حول الجانب السياسي. الجانب السياسي موجود وكتب فيه العلماء القدامى والمعاصرون، ويمكن تطبيقه حتى وقت الناس هذا. نعم إن شاء الله. جزاك الله خيرا دكتورنا، وإن شاء الله نسأل أن يا ربنا يعني يهيئ للمسلمين إن شاء الله أمر رشد بإذن الله.